تأكيد، بكل تأكيد. أنا من وجهة نظري بكل تأكيد أعتقد هناك أسباب كثيرة، لكن سبب رئيسي من نتيجة الإخفاق اللي عم بيصير في الوطن العربي هو، وخاصة في الحالتين الفريدتين في لبنان والعراق، هناك تكريس لمفهوم المحاصصة الطائفية. المحاصصة الطائفية أحبائي خطر جسيم على الديمقراطية. المحاصصة الطائفية التي تم تكريسها في لبنان بعد اتفاق الطائف 89 أصبح البعض يعتقد بأنه هي الحل لما يعالج لمواجهة لبنان من مشاكل. هذا علاج ظاهري وليس علاج باطني. لقد أصبح للأسف هذا النظام، أصبح رؤساء الأحزاب يمثلون أحزابهم بدل ما يمثلوا الشعب اللبناني الكل. لماذا ديكتاتورية ستة أحزاب في لبنان؟ صحيح. لماذا وصل الحد في لبنان إلى تجميد العلاقة؟ وللأسف هذا الأسلوب من المحاصصة انتقل إلى العراق، لا بل العراق أصبح يطبق بطريقة بشعة جدا، وحكينا فيه من شوية لبنانة العراق اللي دمرت العراق. على الرغم لا يجوز تطبيق نفسه، على الرغم أنه الدستور العراقي لم يشير إلى موضوع الطائفية أو المحاصصة زي الدستور اللبناني، يعني العرف السياسي هو اللي يطبقها. على أي أساس يتم توزيع المناصب في العراق؟ رئيس الدولة كردي ورئيس مجلس النواب سني وشيعي ورئيس الوزراء شيعي. رئيس مجلس النواب شيعي سني ورئيس مجلس الوزراء شيعي. على أي أساس يتم هذا التوزيع؟ بس الخطورة في وين؟ الخطورة أنه أصبح توزيع المناصب والوزارات بناء على اعتبارات طائفية، وحدث هناك نوع من المزادات في الحصول على الوزارات. هذا يريد الطائفة الفلانية والتكتل الفلاني يريد وزارة النفط، وهذا يريد وزارة الدفاع، وهذا يريد وزارة الطاقة. جيد، نتابع الوضع. لماذا هذا؟ والخطورة بوين يا أستاذ ريم؟ الخطورة أنه أصبح التكتلات السياسية في العراق تعتبر الوزارات كما لو كانت ملكية خاصة. وهنا الخطورة، أنه أنا أتعامل مع الوزارة كما كانت ملكيتي. هذا يؤدي بكل بساطة إلى إحداث أرضية سهلة لانتشار الفساد بين الدول العربية، كبيرة بين كل هذه الأطراف. يعني أعطيني الدفاع نعطيك الداخلية مثلا.